مدني في تل رفعت ضحايا لتصعيد تركي جديد. لنتابع التقرير. المدنيون مجددا هم من يدفعون ثمن صمت المجتمع الدولي على خروقات واعتداءات الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية شمالية سوريا، سواء بالاستهداف بالطيران المسير أو بالقصف المدفعي والصاروخي على المدن والقرى الآهلة بالسكان. ومع مواصلة الاحتلال التركي استباحة دماء المدنيين، ذكرت مصادر محلية من ناحية تل رفعت شمالية سوريا بأن مركز الناحية تعرض لهجوم بطائرة مسيرة تركية، ما أسفر عن فقدان 3 مدنيين لحياتهم وإصابة 6 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال. يأتي ذلك بالتزامن مع قصف الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له قرى أم الحوش وسموقية بريف تل رفعت، ما تسبب بوقوع خسائر مادية في ممتلكات المدنيين. إلى ذلك جدد الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية قصفهم بالأسلحة الثقيلة على ريفي تل تمر والدرباسية شمال شرقي سوريا. مراسل قناة اليوم أفاد بتعرض قرية شاتل بريف الدرباسية الغربي لعشرات قذائف الهاون، ما تسبب بأضرار مادية. كما تعرضت قرية تل اللبن في الريف الغربي لناحية تل تمر لقصف من قبل الاحتلال وفصائله الإرهابية بالقذائف المدفعية والصاروخية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. هذا ويستهدف الاحتلال التركي بشكل يومي القرى والبلدات الآمنة بشمال وشرق سوريا في خرق واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في المنطقة، مخلفا ضحايا مدنيين بالإضافة للأضرار المادية الكبيرة. وحول هذا الموضوع للنقاش أكثر حول هذا الموضوع من تكساس أرحب بالدكتور محمود عباس باحث سياسي. أهلا بك دكتور محمود، دائما على شاشة اليوم وفي برنامج حديث اليوم. إذن ليس أول مرة يصعد الاحتلال التركي أو يكون هناك ضحايا من المدنيين، ولكن هذا التوقيت بالضبط لماذا يركز كثيرا على المدنيين ودلالات هذا التوقيت في يعني فترة يتحدث بها أردوغان كثيرا أو تركيا تتحدث بها كثيرا عن تقارب مع الأسد الذي يطلب منها الخروج من سوريا بالمقابل؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد بغض النظر عن أن تركيا أو أردوغان له خلفيات سياسية داخل عمق تركي على الانتخابات على الأبواب ويريد أن يسجل طبعا نقاط على المعارضة بحيث يستفيد من قادم الانتخابات، بغض النظر عن هذه العوامل وإنما هي عوامل خارجية. أولا سلطة بشار أسد بينت بشكل واضح على أن أحد الشروط المسبقة للاتفاقية أو لبدء الحوار مع تركيا يجب الخروج تركيا من المنطقة. عملية النقطة الثانية وضع المعارضة السورية أيضا في قائمة الإرهاب مقابل ما تطالب به تركيا على أن تضع سوريا مثلا قوات قصد من قائمة الإرهاب. النقطة الثالثة والتي تحدث فيها خالص يعني فلوسي وزير الدفاع على أن الحوارات لا تزال مستقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا ومع جهات أخرى بحيث تسمح لها بالاجتياح المناطق التي تريدها. وطبعا وزير الخارجية بيّن بنفس اليوم على أن التعنّد أو الممانعة لا تزال سارية المفعول. والغريب أن في هذه المرة وزير الخارجية أضاف اسم إسرائيل على القائمة، أن إسرائيل بذاتها أيضا هي تمانع عملية الهجوم أو عملية الاستباحة. هناك عدة ملفات تركيا تحاول أن تثيرها. النقطة الوحيدة التي هي تسمح لها يعني مسموحة لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والروسية أو لنستطيع أن نقول حتى الآن ليست هناك ممانعة بشكل مباشر بوقف الهجمات هي عملية القصف العشوائي للمناطق الإدارة الذاتية أو مناطق المنطقة الكردية. طبعا هناك طريقتين يقوم بها، اولا مناطق يعني القصف العشوائي من المدفعيه للمناطق لعمليه التخويف الشعب بحيث يؤدي الى هجره وفوضى في المنطقه، تكون هذه الفوضى حجه بيدها لتقدمها الدول لامريكا وروسيا على ان المنطقه غير امنه ولذلك يجب ان تقوم بعمليه الاجتياح. النقطه الاخرى هي هناك عمليات محدده طبعا بدرونات لاغتيال بعض القيادات البي كي كي او البي دي او الاداره
ذاتية، هذه أيضا تدخل في السياق بحيث تبين أنها تقوم بعملية اغتيال الإرهابيين. طبعا هناك عدة ملفات أخرى نستطيع أن نتحدث فيها، هي ملفات دولية، لكن كما يتبين أن حتى اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بالتحديد، وطبعا خلفها السلطة بشار أسد، لا توافق على ما تطالب به تركيا بالعملية التجارية ما بين المعارضة وما بين قوات غزه، على أساس أن تركيا سوف تتنازل عن قوات المعارضة. بالمقابل يجب أن تتنازل مثلا السلطة والسلطة روسيا، وبالتأكيد الأهم عندها هي الولايات المتحدة أن تتنازل عن منطقة، يعني عملية ضغط تأمل منها أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. إذن هذه الرسائل والأهداف، يعني الرسائل منها هي إرسال رسالة للولايات المتحدة الأمريكية للخروج من المنطقة، هل هناك رسائل أخرى؟ عمليا يعني الحوارات التي بدأت أو التي توضحت في الإعلام على أساس أن سوف تكون حوارات بين السلطة صد بشار أسد وتركيا، حتى الآن تتبين أن هناك نقاط أو خطط طريق مسدود. يعني المطالب التي طالب بها سلطة بشار أسد التي تبين من خلال حديث وزير خارجية النظام في موسكو، شروطه طبعا من أحد الشروط التي تؤثر على سياسة تركيا في المنطقة. بالتأكيد الغاية التركية هي ليست فقط أنه أن ترجع السلطة، الغاية تركيا بحيث تزيل القوات الكردية أو الوجود الكردي من المنطقة. طبعا هناك خلاف هنا، يعني مصلحة تركيا هي القضية الكردية والحراك الكردي، والمصلحة السلطة هي المعارضة والوجود القوات التكفيرية في إدلب ومناطق الأخرى. يعني عملية هناك تناقض، ولذلك لا يفهم منها. الرد الأمريكي كان بسيطا، ولكن رد سياسي دبلوماسي من وزير الخارجية من وزارة الخارجية الأمريكية، طبعا حتى لو كانت ليست على المستوى. دكتور محمود اعذرني على المقاطعة، بالنسبة للرد الأمريكي يعني أثر هذه النقطة، لطالما يعني الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت بيانات طالبت بوقف التصعيد واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار، يعني منذ أيام خرجت ببيان، ما الدور اليوم الذي من الممكن وصفه الدور الأمريكي؟ هل يعني بمعنى آخر هل انكمش الدور الأمريكي في سوريا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ما الذي من الممكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة التي تبتعد فيها تركيا وتقترب أكثر من روسيا وطهران؟ لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني دورها خف في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعرض مصالحها إلى أي تأثير عادة يكون رد فعلها قويا. نلاحظ أن قبل يومين عندما هاجمت بعض الدرونات الإيرانية القاعدة الأمريكية، كان رد الأمريكي قويا لبعض القواعد الإيرانية. يعني حتى كان هناك كان مستهدفا قرابة 13 نقطة، لكن بسبب وجود بعض المدنيين في المنطقة حصرت بثلاث معسكرات تم قصفها. الآن تركيا عندما تقوم بعمليات القصف، طبعا الرد الأمريكي كان دبلوماسيا بحيث أن هذه العمليات سوف تؤدي إلى خلق فوضى جديدة. قصد الفوضى الجديدة إن إعادة داعش إلى المنطقة، هذه فيما لو بلغت الحد الذي سوف تؤثر على وجود الولايات المتحدة الأمريكية أو عودة داعش إلى المنطقة، حينها سوف نسمع ردود أقوى من الذي تظهر. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة لا تريد أن تضغط بشكل قوي على تركيا لغايات، منها غاية استراتيجية كبرى، صراعها مع الصين قد تحتاج إلى العالم الإسلامي أو العالم التركي، طبعا الدول التي لها علاقات مع تركيا قد تستفيد من تركيا في هذا المجال بحيث تؤثر على هذا العالمين في صراعها مع الصين بحيث تقف مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحلقة الثانية الولايات المتحدة لا تضغط، لأن هي البوابة الوحيدة لأمريكا والناتو، يعني فتحت البوابة تركيا للعلاقات مع روسيا، لا تريد أن تغلق هذه البوابة. بالنسبة للسؤال الآخر، يعني عملية الانزياح أو لنستطيع التراجع تركيا عن ناتو وتقربها من روسيا عمليا، لحد الآن لم تؤثر على العلاقات الأمريكية التركية أو علاقات الناتو.
نلاحظ أن رد الفعل كان أولاً عام هذه على التقارب، رد الفعل كان إلغاء الصفقة 16، صفقة طائرات 16 التي كانت وعد بها بايدن، السناتور الكونغرس الأمريكي رفضتها. الحالة الثانية أجبروا يعني حقيقة لا أجبروا وإنما وافقت الكونغرس وبأغلبية مطلقة يعني انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو رغم معارضة تركيا لهذه النقطة. النقطة الثالثة هي عملية يعني نستطيع أن نقول نعم. أعذرني على المقاطعة، ما تتفضل به مهم جدا، ولكن لنبقى في الحيز السوري بما أنه الوقت لدي محدد، بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص سوريا، إذا أرادت الضغط، الآن هي لا تضغط بشكل كبير على تركيا، إذا أرادت الضغط بشكل كبير على تركيا إلى أي مدى سيصل هذا الضغط؟ قصدك الضغط الأمريكي؟ نعم، ضغط الأمريكي على تركيا. أنا أتصور الضغط الأمريكي عندما تتعرض مصالح أمريكا من عمليات التي تقوم بها تركيا، القصف العشوائي أو الاغتيالات التي تقومها أو الضغوطات الدبلوماسية التي إذا بلغت الحد أن تؤثر على المصالح الأمريكية، لا أستبعد أن تكون هناك مواجهة مباشرة سياسية ودبلوماسية في البدايات، إلى درجة يعني حتى إذا لم تأتي بنتائج هذه العلاقات، إذا لم تأتي بنتائج سوف تكون هناك، لا أستبعد أن تكون هناك تهديدات، حصار اقتصادي، توسيع الضغط على الدبلوماسيين الأتراك في المنطقة. لاحظنا في قبل سنوات عندما تجاوزت تركيا بعض النقاط كان هناك حصار اقتصادي وأثرت على العملة التركية وأثرت على الاقتصاد التركي. أنا أتصور قد يكون هناك مساعدة للمعارضة التركية أو معارضة أردوغان في داخل الانتخابات، قد تكون هناك يعني ضغوطات في للاقتصاد الأمريكي خارجا، حتى متوقع أن تكون هناك ضغوطات على التجارة ما بين الولايات المتحدة بين تركيا ودول أوروبية ودول الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تملك العديد من البوابات التي تستطيع أن تضرب فيها تركيا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. إذا تريد أن تنهك أردوغان لغاية الانتخابات، انتخابات عام 2023. اسمح لي هنا بالمقاطعة أيضا من جديد وأعتذر منك، ولكن بدقيقة واحدة، يعني هذا كان الدور الأمريكي أو قراءة حول الدور الأمريكي. الدور الروسي اليوم فقد بالنسبة لبعض المراقبين المسمى الوظيفي للضامن، وهو دائما ما اتخذ يعني دور الوسيط في هذه المرحلة، دور الوسيط بين دمشق وأنقرة بالتقارب. ما دور روسيا اليوم خصوصا في هذه المرحلة وتركيا مستمرة في هذه الضربات؟ كيف من الممكن أن نفهم هذا الدور الروسي اليوم؟ أنا لا أستبعد أن الحديث أو التصريحات التي خرجت من وزارة الخارجية السورية أن تكون بأوامر من روسيا. يعني روسيا من مصالحها بالضبط الآن حالتين، خروج تركيا من سوريا بشكل كامل، الحالة الثانية إلغاء الوجود المعارضة من المنطقة أو استمرار يعني استمرار وضع المعارضة السورية بمجملها ضمن قائمة الإرهاب، وهو ما موجود عند روسيا. ولذلك عندما السلطة تطالب تركيا أن تقوم بهذه العملية أو أن تضع المعارضة السورية ضمن قائمة الإرهاب، إذن متوقع أن تكون هذه من ضغوطات تركيا أو روسية، أو بالأحرى ليس ضغوطات وإنما من إملاءات روسية للسلطة. إذن عمليا هنا روسيا لا تزال محتفظة بمفهوم أن تكون سوريا موحدة تحت سلطتها. طبعا من أحد مصالحها أن تقوم تركيا بهذه الاعتداءات بحيث تكون رسائل ضغط على أمريكا على أمل أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة من شرق الفرات، بحيث تعود كل شرق الفرات إلى حضن روسيا. لحد الآن طبعا لم تنجح روسيا ولا تركيا في هذه النقطة، لكن روسيا لا تزال مستمرة في هذه، لذلك لا تزيد عمليات الضغط على تركيا من أجل هذه النقطة تحديدا ضمن سوريا. طبعا أتحدث هنا، إذن عمليا روسيا هي التي تضغط على تركيا للخروج وتضغط على تركيا بحيث تضع يعني تضع المعارضة ضمن قائمة الإرهاب، أو بالأحرى تعيد مناطق التي يتواجد فيها تركيا والمعارضة إلى حد السلطة بشار. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من تكساس، الدكتور محمود عباس باحث سياسي، شكرا جزيلا لك من جديد. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.